جديد عندنا جولة فنية في مع لاء زلزالي لشونتور ليباني، درنا معاه جولة. عمر العلاقة ما انقطعت بين علاء زلزالي وبين تريانا دلجي. درنا جولة بوندون 6 شهور معاه في لبنان دوباي تو، وحنا نعاودوها افيك ان سينجر اللي حيخرج دون با لونتون مع اون شان تيلي، ماشي با نقدر نقول اسمها، مع روتانا. سي ان سينجر وين يكون ان ديو مع علاء زلزالي، وين تكون جولة ثانية. كانت الوالدة تاعو الله يرحمها هي مدير أعماله، صح ولا لا؟ صح صح. الآن الوالد يدير أعماله بنفسه. كاين زوج دوك، عنده زوج دو ماناجير، عنده خوه وعنده فوالا. أنتم شكون اللي مدير، شكون اللي ماسك الأعمال تاع؟ حنا عندنا شركة في الخارج هي اللي تستكلف بال، هي اللي تستكلف. هي اللي تستكلف. فوالا. عندنا جولة معاه، بلوس عندنا ثانيك في قطر ودبي ثانيك. حفلات. طيب الحفلات اللي ممكن يكونوا في موسم الصيف، هل يعني ممكن انتم ما دام تتعاملوا مع علاء زلزالي في الخارج، هل ممكن تجيبوه مثلا للجزائر؟ جبناه من زمان، من زمان جبناه في تيمغاد في الكازيف، جبناه في الجوله اللي كنا نديروها جبناها في الجزائر. وان شاء الله الخطره كيكونوا الحفلات ان شاء الله.